نقطة خلافية هي الأعمق بين إسرائيل وحماس في مساعي التوصل إلى هدنة، وهي هذان الطريقان. فإذا نظرت إلى خارطة قطاع غزة ستلاحظ أن حدوده بالكامل هي مع إسرائيل، إلا هذه المنطقة هي حدود القطاع مع مصر. وبشكل محاذ لهذه الحدود محور قد تكون سمعت اسمه مراراً وتكراراً، محور فيلادلفيا. إذا تحركنا شمالاً فستلاحظ طريقاً حديثاً أنشأته القوات الإسرائيلية خلال الحرب، محور نتساريم. فلماذا يعد هذان الطريقان النقطة الخلافية الأكبر في المفاوضات؟ وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإن السيطرة على هذين الطريقين ستحدد شكل القطاع ومن سيسيطر عليه بعد الحرب، وبالتالي من سيكون له اليد العليا في أي مفاوضات تالية أو أي صراع قادم. ولنبدأ بمحور نتساريم. هو طريق يبلغ طوله 4 أميال، يمر في منتصف القطاع فاصلاً شماله عن جنوبه، يمتد من الحدود الإسرائيلية مع القطاع إلى البحر المتوسط. إذن ما هي أهمية السيطرة عليه استراتيجياً وعسكرياً للطرفين؟ تحدث نتنياهو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة عن مواصلة السيطرة الأمنية على القطاع بعد انتهاء الحرب وشن عمليات مستقبلية ضد حماس تحتاج التواجد في الداخل. السيطرة: إذا استمرت إسرائيل في السيطرة على محور نتساريم الذي أقامته هي، ستضمن السيطرة على ما يجري داخل القطاع، خاصة التنقل بين شماله وجنوبه. كما أنه من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن السماح لأهالي القطاع بالعودة للشمال دون التأكد من أن بينهم مسلحين أو أعضاء من حماس المصنفة إرهابية في ألمانيا وعدد من الدول الأخرى، يسمح لحماس بالعودة إلى شمال القطاع مرة أخرى. عسكرياً: السيطرة على الممر تمنح الجيش الإسرائيلي مرونة تسمح لقواته بالانتشار بسرعة في مناطق القطاع، ويمكنها من القيام بأي عملية برية بشكل سريع، وهو ما يفسر هجوم حماس المتكرر على القوات هناك. محور نتساريم، إسرائيل لو خدته هتسيطر على غزة، لأنه بيقسم غزة إلى نصين. الحاجة الثانية إنه لو حبت تقتحم غزة من خلال المحور ده، لو دخلت يمين تطلع على جنوب غزة، لو دخلت شمال يبقى شمال غزة، وبعدين بتقسم غزة نصين بتمنع الشمال عن جنوب، يبقى كده قدرت تضعف حماس عسكرياً. لإسرائيل طبعاً 100%، وبالنسبة لحماس طبعاً لا، انت بتقسم قواتك وبتقسم غزة، يبقى انت ما عملتش حاجة. إذن ببساطة، فانسحاب إسرائيل قد يعيد حماس إلى شمال القطاع، ما يعني عودتها للسيطرة الكاملة عليه، وبالتالي تشكيل خطر مستقبلي على إسرائيل. وهو ما يعيدنا إلى نقطتنا الأولى من كلام نتنياهو: السيطرة الأمنية. تاريخه: تم تسمية ممر نتساريم على اسم مستوطنة إسرائيلية كانت تقع على الطريق الساحلي، وأطلق على هذا الطريق اسم الإصبع الثاني في السابق، لأنه كان ضمن استراتيجية الأصابع الخمسة التي اعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك أرييل شارون، والتي تصورت تقسيم غزة إلى أجزاء كلها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وهي خطة مشابهة لما يحاول نتنياهو تنفيذه، لكن الخطة لم يتم تنفيذها إلا جزئياً قبل أن يأمر شارون بالانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005. فيلادلفيا هو طريق محاذ للحدود المصرية مع قطاع غزة، يبلغ عرض أجزاء منه حوالي 100 متر، ويمتد بطول 14 كيلومتراً من جانب غزة على الحدود مع مصر. ما أهمية السيطرة عليه استراتيجياً وعسكرياً للطرفين؟ أهميته تكمن في أن سيطرة إسرائيل على هذا المحور تعني سيطرتها على الحدود البرية للقطاع بشكل كامل، وبالنظر إلى التواجد البحري الإسرائيلي قبالة سواحل غزة، فبذلك تستطيع السيطرة على حركة الأفراد والبضائع وحتى الأسلحة المهربة، وهي التي تأتي بحسب إسرائيل عبر الأنفاق من سيناء، الأمر الذي نفته مصر أكثر من مرة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد ميرسر للصحفيين في القدس إن رئيس الوزراء ملتزم بشدة بمبدأ البقاء في الممر لمنع إعادة إمداد حماس بالأسلحة الفتاكة. وقال كولونيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي منصور معدي في تصريحات لدويتش فيلا إن نتنياهو يريد تغيير بنود الاتفاق
أو خلق واقع جديد في محور فيلادلفيا والمعبر من أجل تحقيق أهدافه الأمنية. المحور ليس مهماً لإسرائيل وحماس فقط، بل لمصر أيضاً. موقف مصر الرسمي وحتى بعد زيارة بلينكن الأخيرة للقاهرة يوم 20 أغسطس آب الجاري جاء رافضاً لتواجد أو إعادة انتشار القوات الإسرائيلية هناك. جددت مصر تمسكها بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور فيلادلفيا ومعبر رفح الفلسطيني حسب القاهرة الإخبارية. تاريخه: ذكرت تقارير صحفية عربية نقلاً عن مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت إلغاء اتفاق فيلادلفيا الذي وقعته مع مصر عقب انسحابها أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، في حين تقول مصر إن المحور هو جزء من اتفاقية كامب ديفيد وجزء من أمنها القومي. وبذلك يبدو أن التوصل لاتفاق بين الجانبين بعيد المنال، لأنه بحسب المعطيات الحالية فانسحاب إسرائيل من وجهة نظرها يعود بها إلى ما قبل 7 أكتوبر ويعيد تهديد حماس. ومن الناحية الأخرى يبدو أن حماس تريد سيطرة كاملة على القطاع بما في ذلك الحدود مع مصر حتى تحتفظ بسلطتها هناك ولا تفقدها لصالح فصيل أو جهة أخرى.